يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يطلق لفظ الخوارج على من خرج على ولاة الأمور فقط، أم على من جمع عقائد الخوارج الفاسدة من إنكار الشفاعة والتكفير بالكبيرة والخروج على ولاة الأمر؟ وماذا يطلق على من اعتقد بعض معتقداتهم فقط؟ من اعتقد بعض معتقداتهم فهو مثلهم، وإذا اعتقد كل معتقداتهم فهذا أشد. نعم.